في دمشق وريفها ديما الشامي. ديما أهلا بك معنا، هل لك أن تضعين في صورة الوضع الأمني في دمشق وريفها وما الذي يدور في محيط مطار دمشق الدولي؟ نعم، بالنسبة للوضع في دمشق وريفها، هناك الآن اشتباكات تدور بين جيش النظام والجيش الحر، سرايا الحسن والحسين بالتحديد، على طريق مطار دمشق الدولي بين الجسرين الرابع والثاني. الجيش الحر الآن متواجد على طريق المطار، يعني يستمرون بمحاصرة المطار، وأيضا يعني كتيبة الدفاع الجوي التابعة له ومطار عقربة لليوم الثامن على التوالي، أنباء أن النظام أيضا يستخدم المدنيين كدروع بشرية لتفادي ضربات الجيش الحر في المنطقة. في الوقت يعني أيضا الذي يرد فيه النظام ويصعد حملته على القرى والبلدات المحيطة بالمطار، الوضع هناك سيء في بلدة بيت سحم بالتحديد التي تتعرض لقصف بطيران الميج والسوخوي، وحرائق ضخمة اشتعلت في البلدة. نعم، وشهدت حالات عدد الشهداء هناك حتى اللحظة يعني أكثر من 50 شهيد وأكثر من 200 جريح خلال حملة عليها خلال يومين السابقين. هذا تقريبا الوضع في محيط المطار. أما في دمشق فيعني أيضا حملات، نعم أعذرينا لأن هناك مشكلة ما في الصوت. ديما الشامي مراسلة شبكة شام في دمشق وريفها، شكرا جزيلا لك.